صباح النور، صباح الخير، صباح الورد، صباح كل ما هو جميل. البنات كي دايرين لاباس عليكم؟ ان شاء الله تكونوا بالف خير وصحه صحه جيده يا ربي. طلعت والله لا طالعه البنات اليوم، عندي الميناج، طلعت لبيت الصابون كالعاده. كيف ما كتشوفوا السي زيد والسي سي اسامه داروا البراكه في السطح. هذه هي البريركه ديال الحمام ديالي، ما شاء الله تبارك الله عليهم. كيف ما كتشوفوا هاد الحمامه البيضاء ساكته وخيفانه مني، ما كتشوفيش دائما، ما كنطلعش دائما الصراحه. واليوم طلعت ندير لكم هذا الفيديو، ان شاء الله يلقاكم بصحه جيده وكل ما كتمنوا يا ربي. وهاد الحمامه هادي راه ما كتبانليش مزيان، راه لداخل ها هي. زيد حاول تجبدها، ما شاء الله ما شاء الله. للاسف غادي نخبركم بالحمامه اللي كنت درتها لكم ذاك النهار، ما عرفتش شنو وقع لها مسكينه. نسال الله اللطف يا ربي تحفظ لي هاد الحمام اللي عندي. ماتت ديك الحمامه، بقات فيا بزاف بزاف بزاف، تاسفت عليها. ايوا كتشوفوا هادي ما شاء الله، هادي يمكن عاد جديده جابها، هادي عاد شراها. حتى هي الدومي دراك ياك زيد، دومي دراك. ايوا يا البنات كالعاده طلعت ندير الصابون، كي قلت لكم يعني ما عليا ما بيا، ودايرها باش ندير الميناج. طارت ايوا، وقلت علاش لا ندير لكم هذا الفيديو خفيف ظريف، ونوريكم الحمام فين راه واصل. والحمامه الاخرى هذيك اللي غادي تولد بلي كاع ما كايناش، اللي غادي تبيض، ها هو السي. ايوا كيف كتشوفوا البنات كالعاده، صباح جميل ان شاء الله، كل ما هو جميل ان شاء الله. يا ربي يلقاكم بالصحه والعافيه، ودائما انا في الجديد معكم ان شاء الله. الى اي حاجه نبارطاجيها معكم ما شاء الله. ونتسنى واحد التعليق زوين محفز اللي دائما كيدفعني باش ندير لكم فيديوهات جديده، شي تعليق من التعليقات الزوينه. وان شاء الله يا ربي غادي نوعدكم منين يكون شي يعني تكون شي حاجه هكذا، شينا شي حمام حيت باغيين نشريو زيد وعاد الحمام ان شاء الله، ونصور لكم ونشوفوا ان شاء الله كيف راه يعني كيفاش الهوايه ديال اسامه، فين مشطلات وفين راكم عارفين اسامه وزيد كيحمقوا على الحمام. ان شاء الله يا ربي يعجبكم الفيديو، نخليكم مع الفيديو. اما بالنسبه للكناري، الكناري جمعهم اسامه في قفص واحد، ودابا راني قلت لكم راني في البيت الصابون. للاسف كيكون كيدير صوت زوين، دابا سبحان الله العظيم ما يبان لي ساكت ما دارش الصوت، كيكون كيدير شي اصوات جميله جدا. المهم ملي يكون كيدير شي صوت غادي المهم انا كنت نقول لكم البنات دائما كالعاده بلا صغير باش نقضي اموري ديال الامور المنزليه ديال الدار، وقلت ناخذ لكم هذا الفيديو. شفت الكاميرا راكم عارفين خص الميناج شي شويه النظافه، ضروري خص النظافه شي شويه، نطفوا السطح ونطفوا. والله الا زعما الصراحه واخا هما زوينين لكن خصهم دائما العنايه، دائما تعتني بهم قدر الامكان، لان ما يمكنش تخلي لهم الامور هكا، خصك تخلي يعني هما خصهم العنايه دائما. ما يتبدل الماكله باستمرار تكون نقيه، المهم النظافه النظافه وكلشي النظافه البنات. ولكن ما تخليهمش زايد على برا، لان الشمس عليهم دابا راه 10 الصباح، الشمس عليهم زايد، دخلهم ردهم لبلاصتهم، لان يضروا بالشمس، لا يضروا بالشمس، دخلهم تخليهمش على برا، خصهم حتى هما مساكن حتى هما خصهم الظليله، لان صعيب عليهم انهم يبقاو في الشمس النهار كامل. جوج الاخرين طاروا يبالوا لي راه يعيط له. بقى مساكن الدلاله كيقلبوا على الدلاله زايد. كيحاول زايد يعطيهم الماكله، راه يوجد لهم الماكله ديالهم.
يبان لي جيعانين. عطيهم ما زيد ياكلوا، عطيهم هذا وقت الماكله ديالهم الصباح والعشيه. نسير جيب لهم الماكله. وراها سبحان الله العظيم كيتعودوا بك، راه عارفين انهم خصهم يطلعوا. طلعت انا حسوا بان باغيني باغيني يعني غنجيب لهم الماكله. كياكلوا الخبز وكياكلوا سميتو الزرع. الزرع فين راه الزرع زيد؟ ها جيب لهم، جيب لهم اولدي. والماء نقي هذاك، يلا البنات نقول لكم السلام عليكم الى فيديو ان شاء الله اخر. ما تنساوش اللايك والاشتراك ودعم القناه بالبارتاج وشي تعليق محفز زوين. الى اللقاء ان شاء الله، دمتم في رعايه الله والى اللقاء.